نعم، أنت الآن ترى هذه المعضلة الكبرى في هذه الحرب. أحد أهداف الحرب لبوتين كان أن يحطم الناتو أو أن يقسمه ويشرذمه، أن يجعل الناتو كما كانت فنلاند في الحرب العالمية الثانية بأنها لم تتخذ أي طرف وكانت حيادية. ولكن الحقيقة بشأن انضمام فنلندا والسويد، فالهدف الذي كان يدفع بوتين بتحطيم الناتو انتهى الآن بتمدد الناتو، وهذا لا يفاجئني حقيقة إذا في المستقبل كان هناك دراسة لضم أوكرانيا. حتى من المهم كذلك أن نفهم بأنه كان هناك إيمان من جانب روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بأن الحكومات المتعاقبة للولايات المتحدة دوما احترمت مخاوف روسيا بأن الناتو لن يتوسع حتى يمتد إلى حدودها. فإذا الرئيس بوتين الذي عاش طيلة هذه الحياة في الاتحاد السوفيتي كان يراقب الناتو ببطء، يقوم بما كان يقول بأنه لن يقوم به، وهو التوسع أكثر وأكثر ليقترب من حدوده. ولكن هذه هي القرارات التي اتخذتها دول ذات السيادة، هنغاريا وبولندا رومانيا، كلهم رغبوا في الانضمام إلى الناتو. فإذا تم إدخالهم إلى الناتو لأن الناتو يعني أوروبا، وأوروبا تعني اقتصادا أفضل، والناتو يعني أمن أفضل. فإذا في عدة زوايا هذا أصبح استثمارا أو أصبح نبوءة عكسية. كل ما لم يرغب في أن يحدثه، كل القلق لروسيا من حدودها حدث عكسه. ها هي تشيكوسلوفاكيا ورومانيا وهنغاريا قالوا بأن الحماية الفضلى لنا هي أن يكون الناتو على حدودنا. فإذا ليس من المفاجئ بأن الرئيس بوتين والذي عاش طيلة حياته أن يعمل عكس الناتو وعكس أوروبا وأن ينظر إليها كتهديد، يجد نفسه الآن في هذا الوضع، ويبدو بأنه يرغب في أن ينهي طيلة حياته بالقضاء على هذه المشكلة، بأن يضمن بأن أوكرانيا لن تصبح عضوا في الناتو، والناتو لن يمتد إلى حدود أوكرانيا باتجاه روسيا.